كما كتشوفوا حوالا 84,000 اللهم بارك. معلوم تصوروا الثمن كاين ديما الثمن كاين الثمن كاين كاين الثمن كيقولوا فيه 90 حولي ديال 54 كيقولوا 30,000 حولي تبارك الله حيت قريب العيد السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا سوق انزل غادي نحاولوا نشاركوا معكم ديال الحواله حاليا العاصمه ديال السوق ديال الحواله سوسيين هو انزكان السوق معروف بالمعزي ومعروف بالحواله اللي عليكم هو تبع الفيديو من البدايه حتى النهايه اشتركوا بالقناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وكتبوا لينا في التعليق اش من السوق بغيتوا نصوروا اي سوق كتبتوا في التعليق غادي نمشي نصوروا ان شاء الله بحول الله فرشة ممتعة وكما كتشوفوا اللهم بارك هذا هو الحوالة ديال سوق انزكان حاليا كنتواجدوا في انزكان اللهم بارك شباب حوالة ديال الشباب ممكن تقول لي لا سيدي الثمن كل واحد وثمنه شحال كاع الغلا على حسب الثمن الغالي عندك 74 اذا كما سمعتوا قال لكم بين 54 حتى 50,000 اذا كاينين الحواله 50,000 و 74,000 اذا انا رايي الثمن عادي جدا الثمن مناسب 74,000 كاينين بعد الحواله ما اكتشفت خاص في زكان الزياد 94 95 حتى 5,000 درهم اذا هذو الحواله اللهم بارك الثمن مناسب انا رايي الغلا ما كاينش وفي نفس الوقت راكم عارفين الناس الانتاج الانتاج الخاص ديال الحواله راكم عارفين الكسيبه كي دايره العالف وبزاف ديال الحوايج اذا الا شفتوا شحال القمه ديالهم شحال كان ربما ربما تقريبا سنة كيعرفوا سنة في حضور الناس من الجنة والناس يديروا المجهودات ديالهم باش يكبر الحولي باش يجيبوا السوق إذا نتمنى إن شاء الله تستمروا معنا الله يحفظك إذا هذه هي انزكان سوق انزكان كل ما كان فيه الحوالة هو غادي نحاولوا ندخلوا نشوفوا المكان اللي فيه الحواله كما كتشوفوا حواله تبارك الله اذا سوق انزكان طويل تبارك الله العرض ديالو كبير اذا كتعرفوه حواله كاينين وكاين المليح المعزي حتى هو كاين موجود بخير تبارك الله اللهم بارك اذا غادي نحاولوا نصور لكم مزيد ان شاء الله هذا هو المعزي اللهم بارك ايوا انزكان هو هذا سوق انزكان اللهم بارك غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله بحول الله السلام عليكم واخا نصوروا ماشي مشكل الله يحفظك اخويا كيف كتشوفوا الخير والبركه ديال الحواله دابا شحال الثمن اسيدي؟ شحال كاع الثمن دابا؟ 70 56 100 ما كاينش لا 5000 اذا كما كتشوفوا معنا اثمنة عادي جدا 50 60 70 اذا ثمن مناسب اذا داك الشيء اللي كيقولوا 10,000 درهم راه ما كايناش بعض الناس كيقولوا كاين الحولي ب 10,000 درهم 160,000 على حسب الغلاء المعيشه انتم كتشوفوا 70,000 80,000 بطاطا الله يسخر اخويا ها ثمن مناسب
والله 70 راه رخيص. رخيص 70. رخيص تبارك الله. اذا تبارك الله واخا تبان معنا ماشي مشكل. دابا اش غادي تقول لينا انت على حساب سوق ينزكال على حساب الثمن؟ حساب الثمن طيح الثمن. طيح. كاين بعض الناس كيقولوا لا طالع الثمن. لا طالع الثمن. ياك. لان دابا العيد بقات لي ربما اسبوع. غادي تبيعوه بهذا الثمن ولا غادي تزيدوا في الثمن؟ الثمن ما دايرش. دابا تبقى العيد اربع ايام غادي تزيدوه؟ هو ما كاين ما يزيدو مازال السوق ما كاينش. تماما كما كتشوفوا. ما داير والو ما يزيدوش. مول الحواله قال لكم بانه الثمن ما كاينش اذا الثمن اللي باغين هما شحال كاع تقريبا انت بغيتي تبيع الحواله ديال الثمن ديالهم؟ 72 واذا هما شحال كيحطوا؟ كيعطوا 50. تماما اذا مع الاسف الشديد قال لكم كيحطوا 50 تقريبا 60 في هذه الحواله وهو كيطلب 70,000. شكرا لك سيدي التوفيق ان شاء الله بحول الله. نمشيو اخوتي شوفوا الحواله هذا سوق زكان اللهم بارك اذا موجود الخير تبارك الله. الحواله سيدي حيت بعد الكسابه بعد الكسابه كاعين باغين الثمن باغين الفلوس. باغين الفلوس راكم عارفين الفلاحين والناس اللي كيديروا الانتاج ديال الحواله باغين الفلوس. هما باغين يكونوا ملياردير يبغوا الفلوس كثيره هذه هي الاحلام ديالهم ونتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الحواله يعجبوكم. كما كتشوفوا تبارك الله شي حد يقول لنا الثمن ديال الحواله واخا كاينه 45 46 هي اللي كاينه. شوفوا تبارك الله الثمن رخل كيفاش؟ ياك 60 65. على تاع 60 هذه هذاك الشيء كيبان ليا. لا كثار هذا كثار. قول لي هذوك الحوله ديال اسبانيا كيقولوا ما هذاك الشيء الحموق بحال هذاك الشيء ما خدامش. اش غادي تقول لبعض الناس اللي غادي يشاهدونا دابا خاص فهاد اللايف بالنسبه للنصيحه ديالك الحوله ديال اسبانيا يدو السردي احسن من ديال اسبانيا. تماما. هذا شخص محترف خاص في الحواله قال لكم بانه ديال اسبانيا صعب جدا. بعد الناس اللي غادي يشوفوا الله اعلم اذا كل واحد كيحتار رايه فقط. اذا كما كتشوفوا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا اثمنه كما قلت لكم 50 40 60 70 80. اذا حاليا باقي ما وصلناش لحولي ديال 5000 درهم. غادي نبحثوا غادي نشارك معكم الحواله ديال 5000 درهم خاص فين سكان. استمروا معنا غير كلي تزرم تمازيغتين الحاجه يفول كاين. تمازيغتي يا تمازيغتي يا مرحبا وانت مازيغتي تكنوي مش كتسكر الثمن فانا 31 32 غير هذا غوي دي كروانات كان ولا اثنين يا ماشي كروان كريم زي ياك كلي تزرم الثمن نسنا الحاجه يفول كاين المليح غير هذا مشكل اللي غنعمر نسنوي عام تبارك الله الحاجه يفولكين غير زد غير المعتمد تيتاوين مدلني غير السكر ياك يا ما خدتني تيويت وين ما خدتني تيويت هاي تباها غير اللي تزرى من المعزي هاي تباها اذا يكروان المليح اذا كل يار ما داسني التيني السيده دار داسني التيني اثني هاي سخر ربي الله يوفق عرفت منا خلي تزرى من سكان يا تبارك الله اي سخر ربي المليح هي يفول كي الخيرات يفول كي يا البلاد البلاد ايه البلاد هي وانت ما زرت قال لكم بانه هادو المعزي ديال البلاد ما هادو كاملين هادو ماشي ديال العلب ديال العلب ياك دابا اي تروحوا تماما المليح اذا نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي كما كتشوفوا المكان ديال المعزي اذا غادي نحاولوا نقربوا الناس اللي كيبيعوا المعزي هنا خاص تبارك الله كما كتشوفوا اذا بعد الكسابه بعد الناس اللي كيديروا كيكونوا ما كيكونوش عندهم القناة كاين اللي كيعي كاين اللي ما باعش راكم عارفين اذا السلام عليكم شحال دايرين هادو سيدي؟ 38 جملة نخليكم اخوتي تشوفوا
المعزي 38 فقط. دابا هادو العتروس ياك؟ كلهم العترس ياك؟ كلشي عترس. تماما. اذا العتروس واش من بلاصه شفتيهم؟ سيدي مختار. سيدي مختار؟ اييه. تبارك الله. هادو ديال الربيع ولا ديال العلف؟ هاد عام ما كاينش الربيع، العلف. تماما. اذا المعزي تبارك الله. اشنو رايك في السوق اليوم؟ سوق ينسكن السوق شويه وصافي. والعافيه ياك. ما كاينش واحد الثمن اللي بغيتو نتوما. تماما. العافيه. كلشي غالي. كلشي غالي ياك. حتى نتوما غالي عليكم هادشي. الله يبارك الوالدين اللي غالي. ماشي حنا والدين. كيقول لك 54 في جديد. والدين ماشي حنا. دايرين الكروسه ولا شنو دايرين؟ هادو كيديروا الكروسه. نتوما دابا اللي شرا تدوا ليه. مزيان الله يسخر لكم. اذا اش غادي تقول لنا باقي على حساب هادشي ديال الاسواق؟ السوق راه شويه عيان. لا لا قالوا مرتفعه المعيشه وتمينه تكون غاليه. غاليه والو الحمد لله. الحمد لله. تمام. عيد كلشي عيد. كلشي غادي يعيد ان شاء الله باذن الله. تمام. الله يسخر. الله يسخر لكم. الله يوفق. قال لك مالك ما تعيد. انتم ما غاديش تعيدوه. اذا كما كتشوفوا معنا خوتي غادي نستمروا غادي نشوفوا اليوم غادي نجي معاكم نشوفوا شي بلاصه اخرى فيها المعزي كما كتشوفوا. اذا هذا هو سوق ينسكان. اللهم بارك. كاين العتروس. شحال هادو سيدي الثمن ديالهم؟ ما كاينش مولاهم. اذا الله فراسك. اسمح لي اخويا ما نقطع هذه اللقطه. شكرا. الله يحفظك اخو. كما كتشوفوا اذا الاثمنه راه باينه كما شفتوا في الفيديو. اذا هذا الشيء كله في المستوى. والمعزي تما مشيتي فين المعزي؟ اذا هذا المكان كلهم المكان ديال المعزي. نتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم. انسكر ماشي سهل تصور فيه كيكون صعب جدا. لا لا الاسعار اخويا. اش كتبيع انتوما؟ اش كتبيع انتوما؟ صعيب. قلالب قلالب والماء قنبال. 100 ريال. لا خلاها مسكين. الله يسخر. شريتي ولا باقي؟ خضرا سايس. بيديتاس سايس. ياك سايس. الله يسخر. الله يوفق. انا خلاص بيزلاف. اييه اي واخ. بيديتاس القليعه. اي صافي. وكايت من عنبر. اش غادي ندوي على هاد الخير اخويا ما داروا معنا والو. يلا تفضل اخويا هضر. الكروسه اخويا ما كاينش ما محركينش اخويا بديك الكروسه ما كاين والو. دابا انت كدير كروسه؟ انا كندير كروسه. وما خدامش؟ ما خدامش ما كيعطيونا والو. كيحاول يشري ب 5000 ريال كيعطيك 5 دراهم. اش ما دير لك 5 دراهم؟ مشكله اخويا. بسم الله عفوا. امين. الله يسهل عليكم. امين. كما كتشوفوا اذا بعد الناس يعانيوا هنا بعد المشاكل. اذا المعزي ها هو كنحاولوا ندوزوا بعد الناس كنحاولوا. بيزلاف اخويا. بيزلاف يدير غير بيزلاف اطلع لي. اذا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا اثمنه مناسبه خاص في انسكان. سوق انسكان معروف بالمعزي معروف بالعتروس. شحال سيدي اثمنه ديال هادو؟ كما قلت لكم بعد الناس اللي كيديروا انتاج خاص ديال المعزي كيكونوا كاعين. شحال اسيدي نتوما؟ شحال هاد الناس كاعين؟ هاد الناس كاعين الاخوان كنعتذر لكم. هاد الناس كاعين ما عندهمش الكانه. قلت شحال الثمن ما بغاش يجاوبني. وفي نفس الوقت كاينين بعد الناس طالع عليهم الدم. باغيين الفلوس. باغيين الفلوس بعد الكسابه وبعد الانتاج المعزي باغيين الفلوس. يتبناو هما يصوروا الفلوس. اذا هما كينتظروا هذا الاسبوع ديال العيد باش يبيعوا باثمنه اللي بغاو. ولكن مع الاسف الشديد لقاو الثمن ماشي تلهي. واقيلا باغيين يبيعوا ب 70 80. كما كتشوفوا المكان ديال المعزي هذا منطقه ديال المعزي. شحال ديال الناس ديالو؟ 48 47. شوفوا الاخوان 48 47 48 الرخله. حاجه مليحه. كما كتشوفوا المعزي اللهم بارك
إذن سنان الحليب ياك؟ نيو سنان الحليب لك ما تماما سنين الحليب ماشي سنان الحليب ما كلهم سنان الحليب فين شفتوه واش المكان هذا؟ فين البلاصة هذه ولا يا سيد المختار سيدي المختار قليم الشيشاوة إقليم الشيشاوة فاش كيتواجدوا هاد العتروس سوق إزكا المعزي العتاس أثمنة مناسبة 35-40 المعزي غالي فقط 50,000 فقط كاينين بعد المعزي 50,000 40-36-38 سوق إنسكان هو هذا إذن هذا المكان كيبيعوا الناس وكيشريوا العيد ديالهم أي واحد خصو العيد كيجي ياخذوا خاص سوق إنسكان إذن هذا المكان كله فيه المعزي والحوالة كاين المكان ديالهم إذا نتمنى إن شاء الله بحول الله نصوروا لكم ما أفضل المعزي خاص إنسكان اللهم بارك إذا نتمنى الإعجاب ديالكم والإشتراك في القناة الإخوان شحال دايرين أسيدي هادو؟ الثمن ديال هادو شحال؟ هذا داك الثمن الثمن هادي شمولاهم ما كاينش ما كاينش مولاهم تماما إذا كنعتذروا لكم إذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد إن شاء الله شحال دايرين أسيدي هادو؟ 36,000 اللهم بارك ولكن بالنسبة للعمر العمر ديالهم شحال؟ كاين 40 كاين 36 36 40 الله يسخر لك اسيدي الله يوفق اذا بعد الانتاج خاص كنحاولوا المليح ياك كما كتشوفوا اذا سوق إنسكان إذا الناس يبيعوا ويشريوا في هذا المكان كنحاولوا نخرجوا من هذا السحم نتمنى بعض الناس اللي غادي يشاهدوا هذا اللايف عفوا هذا الفيديو الى صورنا شي حد كنطلب منه يسمح لينا راكم عارفين السلام عليكم بغينا الثمن ديال هاد الخير داكشي ما مقادش اخويا كل واحد وثمن كاين 44 كاين 36 كاين 40 36 44 كما كتشوفوا معنا اذا هاد العتروس 36 ما كاينش 50 لا ما كاينش 50 ما دابا الاسواق هنا ما نقدروش نلقاو كاين كاين مول 50 كاين حتى 100000 حتى 100000 المعزي المعزي او وعلى ما الساعة هذه 100,000 والله إلا كاين والله إلا كاين صافي يزيد لي غير 100,000 أخرى يشري بقعة في البلاد والله تشريها في الدوار بالله تشريها الله تشريها ولكن تشريها في السر بزاف تماما تماما كما كتشوفوا معنا الحوالة خاص في إنسكان اللهم بارك إذا الحوالة اللي كيبانوا ليا في المستوى مش كتكرروا ايوا سيدي الخير هذا الخير هذا اي الخيرات لا من 80 70 86 70 80 60 الماركه غلا الماركه تبارك الله 55 55 اي اللهم بارك الحاجه المليح غير هذا الزود غويد ما خطرتيهوش احاحان احاحان ياك مال البلاصه اسيف نايت واضيل هاي سيف اي تواضيل اسيف نايت واضيل اي تواضيل اي تواضيل مزيان يفولكي اذا اذا مرني حنايا ديك اللي تنزرام الثمن يفولكي الثمن مناسب زوج غير واد مش كيسكر هو 80,000 80,000 ديك اللي تزرام يزين مرن 80,000 يا الخيرات يفولكي باهره ماذا كيبين اما السوق كنا غير درت التويم ايزامر السوق ينسكر ما داوني يبين الزنزان بالثمن اللي ترام كوني ولا داوني تبين السوق ناقص الثمن مناسب
ثمن مناسب غير لك شنو تدوري لي ما تقصد تقصد الغلابه ثاني قلتلو الرين اي غير نتزرغني في السوق بالخير هذاك اللي قلت الكليسي باين هذا اللي غلول ورتيكي بالنسبه للعلف اللي قلنا الثمن اللي ديال الغصب كاس اللي الاول خير هذا ثمن مناسب ثمن مناسب اللي في القنطه انا دوك تبارك الله تبارك الله غير اللي تسرم الخير هذه فولكي يعني زمرني ححان وقات سمو كان ححان غير اللي كان كان بلاصه اللي فولكين بلاصه الطبيعه بلاصه الاركان بلاصه فولكين يا واخا دير تبعيت ماشي مشكل اللي تسرم السيد هذا اين صور هي المليح اللي تسرم يتم غير هذا وانا مش كيسكان 86 اللهم بارك 86 اذا مرن 86 2 ما كيما تزلزل تبارك الله كي بابا نسناح تبارك الله تبارك الله انت وين ياك مزيان يفولكي اي سخر ربي الخير هذه عدل عدل حتى كي حتى كيت اياس مزيان يفولكي ماني من البلاصه مشكله مسكاله مسكاله على حسابي مسكاله سي فنايت واضي كل حسابي مزيان يفولكي اللي قال هذا اللي مويت تسمى بوريقي مزيان يفولكي هاي سخر بي اردا ونتمنى التوفيق ان شاء الله الزنزيم ان شاء الله بحول الله امين يا ربي ايوا غير اللي زرام سوقين زكان زمرن اثمنا فولكين المهم الا غير المعزين اللي غادي زمرن وكا رنسكر كوريا المشهود باش ديروا نصور الجديد ايزامر امات انسكان اذا الثمن اللي باهره الثمن اللي يقصد على حسب الغلاوي اللي ثمن مناسب عادي جدا ولكن لا كراغم راه كنت تينيناتي تقول الوقت يا جودي تيمر لي زران 86 شويه ولكن عادي كل يانا لا يوير غير اللي دير سقر بي نتمنى الخير هذا كوني عجبك سكرات ابوني تسكر ما لايك تابع عمار هاتي اين السوق اللي ترى ما تنصور قد تم مثل التعليق باش تنصور باش تزيدون نبارتاجي اي حاجه يفول فيه اذا كلهم تلغي كلي تزرم ها ايد بالقراص ها ايد بيزامر ها الخير فات ربي احنا غنبيعو غنبيعو اللهم لك الحمد ربي الخير فات الله هاي سخر ربي امين الجميع امين ايوا انسكن الثنايات الوقت فولكي تبارك الله الوقت قابيا على خير فربي الخير حتى ما زرت نهار فربي الخير تبارك الله زرع ايزامر تبارك الله ايوا انسكنتي ينقر تبارك الله داروا كل البلاصه ديال ايزامر وكان معزي الا ما سوس كاين ايزامر الله غير كل المدن عرفت تميقر غير واللي سكر لي منتاج ايزامر تميقر غير كله المغرب من طنجيري للكويره العزيزه عرفت تميقر ما صغير عرفت الزنزانه من الدنيا ارسق السلام عليكم شحال هاد الحوالة سيدي 68 اخو 68 كيما كتشوفوا كاين المليح برك حط الله المليح ياك تبان معنا ماشي مشكل دابا بحال هذا شحال داير هذا 64 جمله 64 جمله وشحال كطلب انت 68 اذا 64 جمله وكيطلب 68 اذا الثمن عادي جدا الحواله في المستوى دابا بحال هاد الحوالي كتشاهدوا معنا ما كيستاهل حتى 70 هذا يستاهل 70 المليح المليح دابا هذاك شحال في عمره تقريبا هذا 2 كما كتشوفوا اللهم بارك الحواله ايزامر هادو هما الحواله وهاد الحواله ديالك فين جبتيهم هادو نواحي سيدي مختار سيدي مختار فين جات سيدي مختار فين جات قليل من الشيشاوه قليل من الشيشاوه الشيشاوه حدا صويره ياك عمالات مراكش عمالات مراكش ودابا هاد السوق كيسوقوا ليه بزاف ديال الناس كيجيو بحال الناس ديال الشياطما ديال الشماعيه الشماعيه كيجيو لهنا ياك صويره صويره كيما البرج هو الحواله ديال البرج كاينين كاين تماما تبارك الله اذا نتمنى ان شاء الله شكرا لك اسيدي الله يوفقكم غادي نمشيو عند واحد شخص اخر كما كتشوفوا الحواله اللهم بارك شحال شحال اسيدي هادو شحال دايرين هادو 72000 اخيرا وصلنا الحواله ديال 72000 اذا شفتوا الحواله ابتداء من 40 65 هذه 70000 هادو الحواله ديال 70000 صراحة كيستاهلوا 70000 عفوا راه شفتوا الحواله ديال 85000 اللهم بارك
مليح. اشنو بان لك في السوق؟ مزيان خويا السوق شويه جران ثقيل شويه. لا لا على حسب انت البيع والشراء ديالك واش مزيان اثمنه ولا راضي بهذا الشيء ولا ما راضيش بالثمن؟ خويا مزيان مزيان ياك. كما كتشوفوا الانتاج خاص الحواله، شخص كينتج هادشي ديال الحواله قال لك راضي بالثمن شويه ماشي الثمن اللي بغا هو. اذا راينا ربما بغاو هما يبيعوا ب 5000 درهم هما ما كرهوش. اذا الربح هما الانتاج ديال الحواله دائما والكسابه يبغوا الربح الارباح، هذا هو المهم عندهم فقط. هما ما كرهوش يبيعوا حتى ب 5000 درهم. اذا الحواله في المستوى اثمنه مناسبه. اذا كما كتشوفوا بعض الناس كيشريو. اذا حاليا توقيت في الساعه 11، اذا جاوا الناس هنا بكريو وشراو لواحد كيحاول. ياك اخويا شكرا، حاولوا نشاركوا معكم المزيد. السلام عليكم. شحال دايرين هادو؟ كل واحد بثمنه. زيد غير هو هذا، شكون شرا هو؟ هو هذا غير يسكن 85. 85 هو هذا النمليزيان من 85. هاتي اللي تزرب 85 تبارك الله. واخا تبان غير كانتي فولكي اي شوي شوي تبارك الله. 85 اللي تزرم يزهمرنا ريت تبين غلان شويه تني على حساب الصفات نص، ولكن 80 85. اذا الله يسخر ما هو زيد غوا 90. اي هاي 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 سخر ربي ما خدتوش كيت من البلاص اي تملول مزيان اي سخر ربي. اذا غير اللي تزرم ايتما المهم نحاول نشارك ديدو كله الحوايج اللي منوفه راه نتحاول باش ديدو نشارك الحاجه اللي منوفه. اذا تن بزاف. اذا نشكى هذا هو من البلاصه ديالنا اللي تزرى تبارك الله الخير فات ربي. نزرى نصور البلاصه. شحال هذا سيدي؟ خروفات الخرفان. الخروفات هذه خروفات. شحال دايرين هذه الخروفات؟ هذه شحال الخروفه هذه؟ 14 شهر خلا اللي درويش غادي يشري خروفه ب 14. يوك 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 14 ور خلا اخوتي 14 يعني 14 14000 16 زعما مليح مليح. دابا هادي سمينه 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 هادي سمينه هادي سمينه مولاي 14 الحواله ب 85000 الحواله 85000 كاين 80 كاين 70 75 مزيان الله يسخر لك كاين 85 الله يسخر لك. اش غندير في الكازين؟ ياك ها مرحبا ها انت ها ما راك تنيت شي حد ثقيل اش الحد ما راه داش تنيتها الكاميرا ما ربنا غير هذا غير ايه الى الموجود الى الموجود القاغ 40 50 القاغ 100 70000 70000 القاغ 20 22 القاغ ديال الجين مليح مليح يوجد غصه غير زكان مختوش احاحان احاحان تحياتي الناس احاحان هكا حضر بيت خربي مرحبا لا الغلا ياك اذا هذا هو سوق زكان الغلا تبارك الله اللهم بارك. اذا موجود النشالين فارعه في البرغاث ياك تبارك الله.